لما توصل لهذه المطعم لا تسأل هذا أكل حلال لو أكل حرام، لكن السؤال الأهم منها اسأل هل يوجد مكان لأن أجلس في هذا المطعم؟ يا جماعة الخير، صباح الخير. اليوم جولتنا بدأناها من منتجع طاركاتور، لكن ليش من طاركاتور؟ ليش مو من يريفان؟ السبب هو لأن سواحنا فضلوا أن يقضوا ليلتهم في هذا المنتجع الجميل. تم تسمية بحيرة سيفان لعدة أسماء نظرا لجمال هذه البحيرة. بحيرة سيفان تعتبر أكبر بحيرة جمهورية أرمينيا، وكل سواحنا حالفهم الفضل لأن يزوروا هذه البحيرة الجميلة. والآن أنتم معنا، لكن قبل أن نتوجه إلى بحيرة سيفان أدعوكم للاشتراك في قناتنا قناة الراشد السياحة وضغط اللايك. اضغط اللايك، هل بإمكاننا أن نجمع على الأقل 100 لايك؟ إذا تقدرون تجمعون 100 لايك جيد جدا، وإذا جمعنا 200 لايك على هذا الفيديو يكون أفضل. وأنا مقدما أوجه شكري الجزيل لكل من يضغط اللايك ويضغط السبسكرايب. أنا صديقكم هاي الدنيا قرارات السياحة، تابعونا إلى بحيرة سيفان. ما هي النشاطات التي يمكننا أن نمارسها في بحيرة سيفان؟ بإمكاننا الاستمتاع بركوب هذا القارب الذي سنصعد إليه ونأخذ جولة في بحيرة سيفان. استئجار موتور بخاري سكوتر وقيادته بنفسك في هذه البحيرة. تستأجر قارب صغير أنت مع عائلتك وتستمتع في أجواء رهيبة جدا خلال جولتك في بحيرة سيفان. بإمكانك استئجار قارب وحدة أنت وعائلتك بسرعات بطيئة 25-30 كيلومتر في الساعة والاستمتاع بالبحار في بحيرة سيفان.
بإمكانك استئجار قارب ذات السرعة المطلوبة تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة وقيادتها بنفسك. والأهم من كل شيء بإمكانك تناول وجبة لذيذة في هذا المطعم العجيب على مطاعم كبيرة تسعود. هنا لما توصل هذه المطعم لا تسأل هذا أكل حلال لو أكل حرام، الأكل حلال الحمد لله وشكرا، لأن كلنا نأكل بها، آلاف السواح يأكل بها، يعني ما معقول هذول كلنا نأكل أكل حرام، الأكل حلال. لكن السؤال الأهم منها اسأل، هل يوجد مكان لأن أجلس في هذا المطعم؟ وأنا ما راح أعطيكم اسم المطعم حتى لا يكون دعاية للمطعم، أوكي؟ لكن مطعم رائع وأكل لذيذ جدا، ونحن نصطحب السواحنا عادة إلى هذا المطعم.